السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد مع الشيخ يونس المغربي. الوصفة اللي جايب لكم اليوم هي شعبونة، وشعبونة هذه وصفة روحانية قديمة، يعني كانت تستعمل قديما في جلب الحبيب، ويعني هي وصفة قديمة يعني وعندها مفعول وتأثير قوي يعني، وكانت منذ سنين يعني، وهي وصفة خاصة بشهر شعبان يعني. فهذا الشهر، هذا الشهر المبارك يعني تكون الأعمال الروحانية مقبولة، وتكون الأعمال الروحانية ميسرة، يعني أعمال المحبة تكون كلها ميسرة ومقبولة يعني. وشعبانة هذه، شعبونة هذه يعني يعني وصفة يعني معروفة وعندها تأثير قوي يعني منذ سنين يعني، وكل من جربت سبحان الله إلا يعني يعني جربتها في عدة مرات في هذا الشهر الحمد لله يعني، وكانت يعني منذ أعوام من مضت، والحمد لله يعني كان عندها تأثير قوي. وشعبونة هذه يعني عندها تأثير يعني في جلب الحبيب في مدة قصيرة، يعني في مدة قصيرة يأتي هذا الحبيب وهو راكع يعني سبحان الله، يعني تأثيرها ومفعولها قوي في جلب الحبيب، يعني لأنها خصوصا هذا الشهر يعني تكون الأعمال الروحانية مقبولة يعني، يعني كل من جربت لها هذه الوصفة إلا سبحان الله أتى حبيبها هذا أو خطيبها هذا يعني، وأتى في مدة قصيرة يعني. هذه الوصفة سبحان الله يعني مفعولها وتأثيرها قوي في جلب الحبيب، يعني عندما تجربها سواء كان حبيبك هذا أو طليقة أو زوجك هذا، مثلا لو كان طلق وحصل بينكم طلاق لمدة سنين ولمدة أعوام، سيأتي وسيطلب السماح بعد أن تقوم له بهذه الوصفة، سيأتي وهو راكع ويطلب السماح ويعتذر ويقول لك أنا ندمت على كل ما فات، وسترجع المياه إلى مجاريها بعد أن تقوم بهذه الوصفة. إذا كان مثلا زوجك وحصل بينكم خصام ويعني أو هناك بينكم نفور في البيت، لا يعاملكم معاملة جيدة، لا يعاملك يعني بحب بمودة، سبحان الله بهذه الوصفة سيصبح إنسانا آخر، سيصبح يعني خاتما في أصبعك، خاتما في أصبعك يعني سبحان الله. يعني عنده مفعول خارق. وإذا كان مثلا هذا الإنسان حبيبك، بهذه الوصفة ستجعلي خاتما في أصبعك وستثبتي الغرس. في هذه الوصفة سوف يفكر في الزواج، سوف يفكر في الاقتراب منك، سوف يفكر يعني أن يكون دائما معك، ويعرض عليك ويتقدم لك ويفتح معك موضوع الزواج يعني سبحان الله. وصفة عندها تأثير قوي في جلب الحبيب يعني سبحان الله يعني، وكل من جربتها إلا وكان لها مفعول قوي، وجربت العديد من الزبونات الحمد لله وتأثيره كان قوي، خصوصا أننا نستعمل يعني الزنجبيل، وما أدراك ما الزنجبيل في الأعمال الروحانية. في هذه الوصفة نحتاج إلى الزنجبيل، يعني تأخذين قليل من الزنجبيل، يعني الزنجبيل مطحون وتأخذين قليل منه، والزعفران شعرة وما أدراك ما الزعفران شعرة في الأعمال الروحانية. يعني هذا الاثنين إذا قمت بخلطهم في أي وصفة روحانية سبحان الله يكون مفعولها وتأثيرها قوي يعني جدا في جلب الحبيب، يعني كل من جربتها سبحان الله إلا وكان لها مفعول قوي في يعني وأتى حبيبها أو زوجها هذا في مدة قصيرة. يعني هذه الوصفة يعني بالأيام القيام بها فهي أواخر شهر شعبان، يعني طيلت هذه المدة من أواخر شهر شعبان يمكن لك أن تقوم بها، يعني في أي يوم قمت بها قلنا يعني زعفران شعرة والزنجبيل وثم ورقة وقلم أسود. أنا أستعمل القلم الأزرق ولكن أنت استعملي القلم الأسود أو المدد الروحاني، يعني إذا ستقوم المدد الروحاني، وسبق حطيت فيديو عن كيفية وطريقة تحضير المدد الروحاني وكيفية الكتابة به. أنت سوف تستعملي المدد الروحاني أو قلم الأسود، أنا استعملت الأزرق ولكن أنت استعملي الأسود. سوف تأخذي القلم الأسود وورقة أو المدد الروحاني وورقة، ثم سوف تكتبين ما سأؤمن عليك الآن. بالنسبة لتوقيت القيام بهذه الوصفة فأي وقت قمت بها، سواء صباحا أو مساء أو أي وقت قمت بها، يعني في أي توقيت قمت بها سيكون مفعولها قوي. يعني المهم يعني في أواخر شهر شعبان في أي يوم من هذه الأيام، ثم سوف تكتبين يا جلاب ويا غلاب، يا جلاب ويا غلاب غين لام مد باء، يا غلاب اجلبوا
قلنا يا جلاب يا غلاب اجلبوه اجلبوه واغلبوه اجلبوه واغلبوه، يعني جلب وغلب، اجلبوه واغلبوه، اجلبوه واغلبوه، عند اجلبوه واغلبوه عند الباب، اجلبوه واغلبوه عند الباب. ثم تعودي للسطر تكتبين حطموا قلبه بحبي بحبي، حطموا قلبه بحبي، حطموا قلبه بحبي، كما يحطم كما يحطم الزمن الحديد والأخشاب. يعني سوف أعيد، حطم قلبه بحبي كما يحطم الزمن الحديد والأخشاب، كما يحطم الزمن الحديد والأخشاب. ثم تعودي للسطر الثالث وتكتبين، يعني قلنا حطم قلبه بحبي كما يحطم الزمن الحديد والأخشاب، وتعودي للسطر وتكتبين كما يعني سوف تعودين للسطر وتكتبين وكما تلتهم التهام، كما تلتهم النار الشجر التهاب، تلتهم النار الشجر التهاب. ثم تعودين للسطر وتكتبين اجعلوا بيننا حب ومودة واقتراب. سوف أعيد، يا جلاب يا غلاب اجلبوا واغلبوا عند الباب، حطموا قلبه بحبي كما يحطم الزمن الحديد والأخشاب، كما تلتهم النار الشجر التهاب، اجعلوا بيننا حب ومودة واقتراب. يعني اجلبوا يا جلاب يا غلاب اجلبوا واغلبوا عند الباب، يعني سوف يجلبونا عند الباب، يعني ولو حصل بينكم فراق قلنا لمدة سنين سوف يجلبوا عند الباب، يعني اصبح مجلوب لك، يعني لا يرى غيرك، يعني واصبح تحت سيطرتك. حطم قلبه بحب كما يحطم الزمن الحديد والأخشاب، يعني الزمن معروف أنه يحطم كل شيء، يعني الزمن يحطم الحديد، يعني يحطم الحديد يحطم الخشب يحطم، يعني هكذا سوف يحطم قلبه بحبك، يعني يحطم قلبه بحبك كما يحطم الزمن الأشياء، كما تلتهم النار الشجر التهاب، يعني النار معروف أنها تلتهم كل شيء، يعني الشجر تلتهمه، يعني الشجر في الغابة تلتهم، وهكذا سوف يعني سوف يلتهم قلبه بحبك بشوقك بالمودة تجاهك، يعني بالعاطفة بالحنين، يعني لا يستطيع العيش بعيدا عنك ولا يستطيع الاستغناء. اجعلوا بيننا حب ومودة واقتراب، اجعلوا بيننا حب ومودة واقتراب، يعني سوف يصبح بينكم حب ومودة واقتراب، حب ومودة واقتراب. يعني سبحان الله الوصفة، يعني سبحان الله عند تأثير ومفعول قوي. ثم سوف ترسمين مثلث هكذا ثم هنا دائرة، سوف تكتبين هنا جيم حرف الجيم، ثم هنا لام، ثم هنا باء، يعني جلب لام، وهنا باء، جيم لام باء، يعني جلب. هنا سوف تكتبين اسمه، هو مثلا اسمه على سبيل المثال اسمه مراد، سوف تكتبين مراد مثلا اسمك على سبيل المثال، انت على سبيل المثال ميساء. وهنا سوف تكتبين اسم، هنا في يعني في رأس المثلث سوف تكتبين اسم امي، مثلا اسم امي على سبيل المثال يعني فوزية، سوف تكتبين ابن فوزية. مثلا اسم انت هنا في رأس قائمة سوف تكتبين اسم امك، مثلا على سبيل المثال امك على سبيل المثال اسمها صالحة، مثلا سوف تكتبين بنت صالحة، يعني ميساء بنت صالحة، هنا سوف تكتبين اسمك واسم امك. ثم سوف تأخذين الزنجبيل وتقومين برش الزنجبيل هكذا فوق الطرسم بالكامل،
تقومين برش الزنجبيل هكذا بالكامل فوق الطلسم، هكذا ترشين حتى تغطين الكتابة بالكامل، هكذا جيدا. ثم تأخذين الزعفران شعرة، تأخذين الزعفران شعرة هكذا، تأخذين قليل من الزعفران شعرة هكذا. وتضعين هذا الطلسم، يعني إذا قمت به مثلا، يعني قمت به في أي وقت قمت به من اليوم، مثلا قمت به يوم يعني في الصباح أو المساء، أو يعني سوف تتركيه في المكان الذي تركتيه، وفي صبيحة اليوم سواء مثلا قمت به اليوم بالنهار سوف تتركيه في هذا المكان حتى يوم الغد، أو قمت به في الليل سوف تتركه أيضا حتى يوم الغد، وفي صباحات اليوم يعني تتركه على هذا الشكل، لا تحركيه لا تلمسيه، يعني على هذا الشكل، وفي صباحات اليوم الموالي سوف تقومين بحمل هذا الطلسم هكذا، هكذا، يعني حاولي ألا يعني ألا يتسرب منه أي شيء، وتضعينه في مكان فيه الشمس، يعني في حرارة الشمس. يعني مكان في حرارة الشمس، إذا كنت مثلا في مكان يعني في بلد في الشتاء، يعني حاولي أن تضعيه يعني ويكون هناك غطاء فينه يحجبه عن الشتاء، ولكن يستحسن أن يضع في مكان فيه الشمس، يعني تضعيه في مكان فيه الشمس حارة، وتتركي طيلة اليوم، يعني اليوم في اليوم الثاني تتركي طيلة اليوم في الشمس، يعني في حرارة الشمس. وفي المساء يعني في اليوم الثاني في المساء، يعني عندما يكون قد وضعتي في الشمس طيلة اليوم، في المساء سوف تقومين بطيه هكذا، طيه هكذا، وحاول ألا يتسرب منه أي شيء، وتقومين وتتبخرين به، يعني تضعينه في يعني في الفحم أو في أي أو في الخشب، تشعلين النار في الخشب وتقومين التبخر به، يعني تتبخرين به. يعني سبحان الله، مباشرة أن تتبخرين به، يعني سوف يصبح يأتي هذا الحب ولو كان في السند أو الهند، سيأتي وهو مدلول، يعني سبحان الله، يعني جلب قوي وسريع، يعني مفعول قوي وسريع في جلب الحبيب، يعني كل من جربته سبحان الله إلا وكان لها مفعول وتأثير قوي في جلب الحبيب. تحياتي لكم من الشيخ يونس المغربي، كالعادة من أريد أن تواصل معي ويرد عمل خاص يترك لي رسالة في الواتساب الذي سأضعه في صندوق الوصف. بالنسبة لبقايا هذا الطلسم، يعني ما تبقى في هذا الطلسم في الفحم أو الخشب، سوف ترمينه في مكان يعني نظيف، يعني تربة، حديقة، جنينة، يعني رمال، المهم ترمين في مكان نظيف. تحياتي لكم، إلى فيديو قادم إن شاء الله.